لكن العاقل أصلا لا يجعل بينه وبين الناس عداوة، فرحم الليالي يحمل، وحق لك على أن تلين مع الناس ولا تسرف، لا في الخصومة ولا في الخطاب، ولا تتجاوز الحد في الكلم، واجعل لنفسك طريق رجعة حتى في خطابك، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. ولما أخذ يعقوب العهد على بنيه أن يردوا أخاهم بنيامين، قال كما قال الله عز وجل، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال بعد ذلك إلا أن يحاط بكم، إلا أن يحاط بكم، يترك لأبنائه سبيلا وطريقا أن لا يحكمهم ذلك العهد الذي أخذه معهم. وهذا فيه نوع من التنفيس على الغير، والله عز وجل يقول في خبر طالوت مع جيش جالوت، قال ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، إلا من اغترف غرفة بيده. هذا نوع من المخرج اليسير، لأنك الناس إذا ضيقت عليهم لجأوا إلى التحايل، فلا حاجة إلى أن تجعلهم يتحايلون عليك، ولا إلى على نظامك، ولا إلى على ما تسنه لهم. وكلما كنت لينا حفظك الله عز وجل من شر الأعداء، وقام الناس معك. قد مر معنا أن عطاء بن أبي رباح على علمه رحمة الله تعالى عليه كان وافر العقل مع علمه، كان يقال إنه مات وهو أرضى الناس للناس.